السلام عليكم خوتي، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله صحتكم لاباس، توجور في قناتكم سبورة لا دي زاد مع القاضي. مرحبا بكم خوتي وبارك الله فيكم على الدعم. من ضمن القناة جديد نقول له اهلا وسهلا ومرحبا بك خويا، واللي راه يتفرج فينا جديد بطبيعة الحال نقول له اهلا وسهلا، وماذا بينا تشارك معنا في القناة اذا عجبك المحتوى. نبداو على بركة الله. موضوع اليوم نبداوه بفوزي غلام. خوتي فوزي غلام فرحة كبيرة، فرحة كبيرة كي تشوفه يلعب، وفرحة اكبر النهار اللي تشوفه اساسي، وفرحة أكبر وأكبر وأكبر نهار اللي يتألق ويخرج رجل المباراة. يعني لاعب فوق كل المستويات، لاعب صبور، لاعب اللي مر على فوزي غلام ما مر تقريبا كاين لاعبين مروا بنفس ظروف فوزي غلام كيما سيسي نهار لينغراد، يعني كاين لاعبين مروا، ولكن فوزي غلام في اللاعبين الجزائريين ربما مجني هو الوحيد اللي حصل له هذه الإصابة وعانى منها حتى اللي اعتزل كرة القدم. لكن فوزي غلام الصبر اللي صبره، المشاكل اللي تعرض لها بعد رجوعه من العصابة، مشاكل مع المدرب الحالي، وشفنا دعم خيالي سواء من الجمهور سواء من اللاعبين، خاصة صديقه كوليبالي. تشوف هذا الدعم لهذا اللاعب المحبوب، لاعب لما تشوفه بالمصحف، لاعب لما تشوفه يعني ثقة فيه، عاطف يعطيك ثقة، يعطيك ثقة. وراه داير في واحد ستاتي في تويتر، راك تشوفه خاوتي تشوفه منشور، يعني قالك يجب أن تضع الثقة في نفسك أولا لتحقيق ما تصبو إليه. يعني قالها بالفرنسي، يعني كيف يقولوا، ليك دير كونفيونس في روحك باش توصل شاك باغي، لا ما عندكش كونفيونس في روحك ما توصل لحتى حاجه، وخاصه نهضر على الصبر. لهذا هذا اللاعب انا والله كي شفتو شغل الدمعه طاحت لي، الدمعه بغات تطيح، والله يا خوتي الدمعه بغات تطيح، لانه لاعب كاين لاعب كي تشوفو تبغيه، بروفيل تاع لاعب كي تشوفو تبغيه، وكي تشوفو تعرفوا اسكو هذا لاعب يؤدي من قلبه، يعطي المنتخب الوطني من قلبه ولا لا. حنا ربما كان هناك انطباع بينه وبين جمال بالماضي، وجمال بالماضي قرصة مليحة لرفضه أو لعدم قبوله دعوة المنتخب الوطني لكأس إفريقيا، وهو سبق وصرع قالك لست جاهزا 100% لكي أكون ضمن تشكيلة المنتخب الوطني. لهذا حنا المهم في هذا هو العودة تاعو، سواء يرجع المنتخب مع جمال أو لا، اختيارات مدرب، ومدرب هو اللي يعرف شي يكون. لكن فوزي غلام كي تشوفوا في الملعب والله ما شاء الله، راكم تشوفوا باك تصاور خاوتي، يعني ما شاء الله، ثقافة، دين، فاشن، حضور، وزيد على هذا لاعب عملاق. لولا الإصابة تاعو لكان من بين أحسن الأظهرة في العالم، على طريقة مانليني، على طريقة مارسيلو، على طريقة روبرتو كارلوس، على طريقة يلعب، يجيد كل شيء، يزيد التسديد، تمرير، التمريرات الطويلة، أداء الركنيات، أداء المخالفات، إضافة إلى قوة بدنية. إن شاء الله بربي بعد عليه العين والإصابة، لأن كما قال لك العين حق، وهو ترفد في الفم بزاف، خاصة بظهور لإشاعات وأخبار أنه سينتقل لمانشستر سيتي، أنه في كما احنا نقوله تحت منظار ريال مدريد، تحت منظار الأندية الكبيرة. لهذا كي بدأت الهضرة تكثر عليه تبليسة، والتبليسة تبليسة بالبليسير، يعني حطمت له عامين ولا 3 سنين تاع الكرة. لهذا والله كي تشوفها خالتي وتشوف الإحصائيات تاعو، وتشوفها انه تحصل على تقريبا 8 نقاط او 8.2 نقطه، يعني حاجه ما تشرف وتشرف وتشرف وتشرف. انا نتبعو خاوتي في تويتر، نتبع كاع شي يحط، يعني الديبلاسمون تاعو كيفاه ديبلاسي، خاصه اغلبيه الصور تسيبو بالقران الكريم، في اداء اولي العمره، فيه كذا في كذا في كذا. تعرف هذا الفوزي غلام الصبر من جيبه، ربما جيبه من الثقافه الدينيه تاعو، ربما من التربيه تاعو، ربما، لكن كلاعب يعني بروفيل تاع لاعب محترف باتم معنى الكلمه، وكان يؤدي في المنتخب الوطني الجزائري اداء خرافي، وكان يعني تشوف لو يرجع فوزي غلام تشوف تنافس كبير في المنتخب الوطني الجزائري، خاصة في ظل تألق فارس، في ظل تألق وفارس مكاش في التشكيلة، ربما لماذا، ربما مش عارف خاوتي إصابة، ربما الله أعلم. لكن
في ظل وجود فارس أو في ظل وجود رامي بالسبعيني، يعني غادي تكون منافسة جبارة جبارة جبارة، وتكون منافسة كما حنا نقولوا عندها معنى، عندها معنى. يعني إما جمال بلماضي غادي يلعب بالتدوير كما كان يقولنا الفيلسوف الفرطاس بيب غوارديولا، ويبدأ يلعب ماتش بماتش هو رامي بالسبعيني، أو أنه الأفضل يبقى والأقوى يبقى، وهذه فيها فائدة للمنتخب الوطني الجزائري. إن شاء الله بربي تصفى القلوب بينه وبين الكول جمال بلماضي، ويرجع فوزي غلام لأغلبية الشعب الجزائري تقريبا تبغيه، لأنه كما حنا نقولوا مدرسة كروية، مدرسة في الأخلاق. هادو الزوج ما قليل ونسيبهم عند اللاعبين، لكن فوزي غلام ما شاء الله ما شاء الله، إن شاء الله يرجع الفريق الوطني خوتي في أقرب وقت. شنو نقول لكم خوتي، انا قلت لكم كي شفتو قسما بالله خوتي الدمعه طاحت لي. علاه؟ تعرف الميزيريه اللي فات بها، ماشي ميزيريه من الناحيه الماليه او الناحيه كذا، خطونا من هذا الصوالح خوتي، لكن مشواره الكروي كان مهدد، بين قوسين كان غادي يحبط الكرة القدم نهائيا في اوج العطاء، في كيما حنا نقولوا كي جوا اضخم العروض، كي ولا هو مثلا كيما حنا نقولوا هو باباها في نابولي، صرات له هذيك الاصابه، وشفنا الدعم والسوتيان تاع اصحابه. لولا علاقه واخلاق فوزي غلام بالاصدقاء تاعو ما يدعموهش كاع ذاك الدعم، يدعموه كونتر المدرب كارتوزو، يدعموه لما اصيب، يحملوا المايو تاعو، يلبسوا المايو تاعو. شوف الدعم وشوف العلاقه، كي يكون اللاعب مليح ونيته صافيه العلاقه تكون مليحه، سواء مع اللاعبين سواء مع المدربين وخاصه مع الجمهور. لهذا فوزي غلام اعطانا درس في كل الامور. ان شاء الله بربي اللاعبين يكونوا كما احنا نقولوا يدوا عبره من فوزي غلام وما تعرض له في مشواره الكروي، خاصه فتره الاصابه، رجوعه ثم يعيد يصاب، ثم الكلام الكثير اللي عليه، بقاؤه في نابولي من عدمه، يعني بقاؤه خلال التدريبات احتياطي ومرات خارج التشكيله، يعني مر فتره صعبه 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 صعبه. ان شاء الله بربي احنا كل شيء يفوت على فوزي غلام، وان شاء الله خاوتي كيما احنا نقولوا يرضى عليه جمال بلماضي، ويكون من المستدعيين للمقابلات والاستحقاقات القادمه، خاصه المقابلتين الشكليتين اللي بقات لنا في تصفيات كاس افريقيا، ونشوف عوده غلام وعوده روح المنافسه خاصه بين رامي بالسبعيني وفوزي غلام، وفي ظل تالق الاثنين في ظل تالق الاثنين. خاوتي هذا ما عندنا النهار اليوم، وغدوه نديروا موضوع خاوتي على ربما على تألق اللاعبين الجزائريين في مختلف الميادين الأوروبية، وإضافة إلى هذا نزيد نتطرق إلى موضوع الإيفا، كيف تحولت من كما احنا نقولوا من باري ومارسي وباري مارسي ونونت وغيرها من الأندية الفرنسية، تحولت إلى بارادو سي ار بي وتك تك تك، بدون ما نطيحوا من قيمة اللاعب المحلي. لهذا خاوتي نقول لكم السلام عليكم، دمتم في رعاية الله، وغدا إن شاء الله.